ذكر زوج لزوجته قبل وفاته بعدم موافقته على زواج ابنته من شخص قريب لهما على خلق ومتدين يود خطبة ابنتيهما، ولما رأى معارضة زوجته في ذلك ذكر لها بأنها سوف يوصي إخوانه بعدم موافقتهم في حالة تقدم هذا الشخص، ولكنه لم يوصهم بذلك. فهل يعتبر ما ذكره الزوج وصية؟ لا بد للزوجة الأم أن تأخذها بعين الاعتبار أم يكتفى بموافقة الابنة لإتمام هذا الزواج، علما بأن الابنة ليس لها علم بهذا الموضوع؟ ويرجع فيه إلى رضا البنت وإلى صلاحية الخاطب. فإذا كان الخاطب دينا أمينا يصلح لها ورضيت به فإنها تزوج به، لأن الحق لها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. نعم.